إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التهاب الحالق البكتيري عند الأطفال. عند الإصابة التهاب الحالق البكتيري فإن الأطفال في كثير من الأحيان يظهر بعض العرض على الجسم، يظهرون بعض الأعراض الجسمية على أجسادهم. راح نذكر بعض الأعراض الشائعة لالتهاب الحالق البكتيري التي يمكن أن تشمل ما يلي. ابتداء أول عرض نتكلم عنه هو الحمى، ألم في الحالق عند البلع، أيضا احمرار اللوزتين التي قد يظهر عليها أفرازات بيضاء سميكة، نوع من أنواع القيح، أيضا تضخم العقد أو القدد اللمفاوية التي يمكن أن تصبح متخيجة، أيضا ممكن يحصل طفح جلدي بسيط، أيضا ممكن يحصل طفح الحمى القرمزية الجلدية المشابهة لورق الزجاج، أيضا من الأعراض المصاحبة مثل الصداع وألم البطن والقثيان والقي. هذه أهم الأعراض التي تكون عند التهاب الحالق البكتيري عند الأطفال. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.